المشروع الان دابا في الدار البيضاء هو المشروع تاع الباركينغ اللي حدا بنو طفيل. البعض تيقول لك بان المشروع هذا يبقى هو غير حلم من الاحلام، وكاع الا دار هذا الباركينغ شحال غيحل يهز تاع الطوموبيلات؟ لا بالعكس، فيما يخص الباركينغ، الباركينغ ديال اللي ان شاء الله احنا خدامين عليه، اللي درنا المسطره الاولى هي مسطره الاقتناء، ولكن الوكاله الحضريه كان عندها راي اخر حول البنيه ديال 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 كيفيه استغلال الارض، ولكن استطعنا بعد المفاوضات مع الوكاله الحضريه، بعد المفاوضات مع الاملاك المخزنيه، اننا اليوم رحنا بصدد اعداد المساطر القانونيه لتمكيننا من الارض اولا. واما فيما يخص المشروع بطبيعه الحال مدينه الدار البيضاء، الا جينا نشوفوا شحال ديال المشاريع كانت على الورق، ولكن اليوم هذا المجلس جاء، لا المجلس ديال المدينه ولا المجلس ديال مقاطعه المعارف، اليوم نحن نكبوا باحترافيه لاخراج هذا المشروع بطبيعه الحال وبتصور جديد وبالبي بي بي بالبارتناريا بوبليك بريفي، هذا هو اللي يمكن يخرج لهذا المشروع الى حيز الوجود. تقريبا هي الطاقه باقي ما وصلناش لهذا المتر، ولكن غادي تكون طاقه استيعابيه كبيره ان شاء الله تتجاوز 700 او 800 ديال السيارات.